بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني من قناة سلموني تريدينج. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت جعلت الصعب سهلا. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن كيفية التداول بشمعة الدوجي. قلنا قبل كده في فيديو سابق يفضل الرجوع إليه إن شمعة الدوجي تتكون من 5 أنواع: الأول اللي هو فور برايز دوجي، الثاني لونج ليج دوجي، الثالث دراجون فلاي دوجي، الرابع جرافستون دوجي، الخامس كلاسيك دوجي. وإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن كيفية التداول بثلاثة أنواع فقط من أنواع دوجي كاندلستيك: الأول اللي هو اللونج ليج دوجي، الثاني دراجون فلاي دوجي، الثالث الجرافستون دوجي. اولا لونج ليج دوجي، دوجي الساق الطويله، بيكون البرايس اكشن الخاص به زي ما احنا شايفين. بدايه افتتاح الاسعار هو بدايه الخط المنكسر الاسود، ثم يتذبذب السعر ما بين صعود وهبوط حتى يغلق عند نفس سعر الافتتاح، وهي دي الحركه السعريه لدوجي السيقان الطويله. لو تلاحظ ان جسم الشمعة صغير جدا او بلا جسم تقريبا، والظلال العلوية والسفلية طويلة، السعر بدأ عند بداية الخط المنكسر الاسود وارتفع الى نهاية الظل العلوي، ثم هبط الى نهاية الظل السفلي، ثم عاد واغلق عند نفس نقطة الافتتاح اي عند نفس سعر الفتح. ولو شفنا كده التداول على زوج العملات جي بي بي ويو اس دي، هتلاقي شمعة اللونج ليج الدوجي ظهرت في نهاية اتجاه هابط، عشان كده بعدها تدخل المشترين، وممكن تدخل معاهم صفقة شراء حسب تحليلك وحسب التايم فريم اللي انت شغال عليه، تاخد الزمن المناسب ليك. زي ما احنا شايفين كده شمعة اللونج ليج الدوجي اللي مظللة باللون الأصفر، السهم الأحمر يشير إلى اتجاه الهبوط إلى أن وصلنا لهذه الشمعة في النهاية، وده دليل على ضعف قوة البائعين. ومن بعدها على طول دخل المشترين بالشراء كما يشير السهم اللي لونه أخضر، انت كمان ممكن تدخل معهم صفقة او اتنين شراء وانت مطمن. على هذا الاساس نقدر نقول ان شمعة لونج ليج الدوجي هي شمعة انعكاسية، اي مؤشر انعكاسي للسعر. وكمان اذا ظهرت الشمعة دي في نهاية صعود، أي بعد عدة شموع بيضاء أو خضراء، ده معناه إن الشمعة دي مؤشر ليا إن السعر سوف يعكس اتجاهه. الشمعة التانية اللي هنعرف طريقة التداول بيها هي شمعة الدراجون فلاي دوجي، أي شمعة اليعسوب أو شمعة الدبور الطائر. عند ظهور هذه الشمعة نفهم منها على طول إن دي شمعة مؤشر انعكاس شرائي. ولو خدنا على سبيل المثال على الشرط مثال على التداول بين زوجين من العملات يو اس دي وسي اتش اف، هتلاقي الشمعة دي في نهاية اتجاه هابط، عشان كده ممكن تدخل من بعدها صفقة شراء مع المشترين. من بعد هذه الشمعة على طول تاخد صفقة الشراء بتاعتك، صفقة أو اتنين أو تلاتة وانت مطمن، تاخد الزمن المناسب على حسب التايم فريم اللي انت شغال عليه واللي انت بتحلل على اساسه. وزي ما انتم شايفين كده على الشارت، شمعة دراجون فلاي دوجي مظللة باللون الاصفر، اتجاه السهم الاحمر يشير الى اتجاه الهبوط، بعد ان انعدم مومنتم البائعين تماما ظهرت شمعة الدراجون فلاي دوجي. عشان كده بعد الشمعة دي على طول ممكن تدخل مع المشترين صفقة شراء كما يشير السهم الأخضر. الشمعة الثالثة والأخيرة اللي هنشوف إزاي هنتداول بيها النهاردة هي شمعة الجرافستون دوجي، أي شاهد القبر، وتعني أن البائعين قضوا على المشترين تماما ودفنوهم وعملوا لهم شاهدا لقبورهم. ودي مصطلحات يابانية
أخذوها من خلال خوضهم الحروب، حيث شبهوا التداول بعملية الحرب ما بين البائعين والمشترين، وهو أحد أنماط الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه. نشوف كده النموذج ده على الشارت على زوج العملات EUD و USD. هتلاقي شمعة الجرافستون دوجي ظهرت في نهاية اتجاه صاعد، ده معناه أن البائعين سوف يقومون بذبح المشترين ودفنهم وعمل شاهد لقبورهم اللي هو الجرافستون دوجي. أي بعد ظهور هذه الشمعة يتدخل البائعون بالبيع كما هو موضح على الشرط التعليمي. زي ما احنا شايفين كده شمعة الجرافستون دوجي المظللة باللون الأصفر، من بعدها دخل البائعون بالبيع على طول، حيث السهم الأخضر يفيد بدخول المشترين بالشراء إلى أن وصلوا لقمة الاتجاه وضعف قوتهم، فظهرت شمعة الدراجون فلاي دوجي، من بعدها على طول تدخل البائعون وهذا ما يشير إليه السهم الأحمر. عشان كده ممكن بعد الشمعة دي على طول تدخل صفقة بيع مع البائعين. وقبل النهاية أحب أكد على نقطة مهمة جدا، وهي أن شمعة الدوجي عموما من الشموع المحيرة في عالم التداول. عشان كده هتلاقي ناس بتسميها شموع الحيرة أو شموع الشك وعدم اليقين، لأن ظهور هذه الشمعة كما قلنا بيدل على تعادل الطرفين البائعين والمشترين وعلى تساوي قوة كل منهما، وما بتبقاش عارف تحدد الاتجاه رايح فين، تشتري ولا تبيع، إلا إذا كنت بتستند لعناصر أخرى لابد منها أثناء التحليل زي مناطق الدعم والمقاومة، خطوط الترند العام والخاص، ارتباط شمعة الدوجي مع الشموع الأخرى التي قبلها واللي بعدها. وفي نماذج مهمة جدا كنا اتكلمنا عنها قبل كده، وهي بتتعلق بارتباط شمعة الدوجي بشموع أخرى قبلها وبعدها، ممكن ترجع للفيديو ده لأنه مهم جدا. الكلام ده هتلاقيه يتطبق أكتر على النوعين اللي هم الفور برايز دوجي والكلاسيك دوجي، دول هم فعلا النوعين المحيرين في عالم الدوجي. أما الثلاث أنواع الأخرى اللي احنا اتكلمنا عنهم، عرفنا ازاي بنتداول بيهم، ولاحظنا في هذه الانواع وجود القمم والقيعان من خلال هذه الشموع، والتي على اساسها كنا بناخد قرارات بالبيع او بالشراء. وعلى المتداول الجيد ان يتحلى بالصبر على الشرط، وان ينتظر النموذج المثالي ويجري عملياته سواء بالبيع او بالشراء، وخاصة لو كان من المبتدئين. وفي النهاية وذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلم الرياضيات بالمرحلة الثانوية ومحلل فني وسيكولوجي بسوق المال والأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.